التوفيق لنادي الزمالك في لقاء اليوم، وتكون كده بشره خير. بشره خير لايه؟ ان يعني السبت الجاي كمان، يبقى النهارده كده الكونفدراليه مصريه، والسبت الجاي النادي الاهلي يفوز ببطوله افريقيا. على ذكر النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بالامس خاض مواجهه كانت قويه جدا امام الترجي التونسي على طبعا استاد حمادي العقربي في رادس، مباراه الذهاب لنهائي دوري الابطال. لقاء فيه ذكاء ودهاء كبير جدا من كولر. لو حد يقعد يتفرج على لقاء وعايز ترقيصه وحركاته وبتاع، مش هتلاقيه في الماتش بتاع امبارح، مش موجود. الاهلي كان منضبط تكتيكيا مليون في الميه صراحه، شغل قوي جدا من الراجل ده، من كولر. عرف ازاي يخرج من تونس مش هقول باقل خسائر، بالعكس نتيجه ايجابيه. ده كان ممكن يسجل، كان يقدر يسجل النادي الاهلي كمان، بس هو ما كانش عايز يغامر. طبعا نادي الترجي كان عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي في اللقاء، وده تابعناه. الترجي ما كانش بيضغط ضغط عالي على الاهلي غير مره او اتنين، بالعكس ده الاهلي في اخر الماتش كان بيضغط. ان شاء الله الاهلي خلص الشوط الاول من اللقاء النهائي، الشوط الثاني هيكون في استاد الرعب في استاد القاهره يوم 25 مايو ارجاري، وهيكون بقى الاستاد ملون بالالوان الحمراء. الاستاد كله هيكون لجماهير النادي الاهلي. وصلت بعثه النادي الاهلي الى القاهره قادمه من تونس عقب التعادل السلبي مع الترجي. كانت بعثه الاهلي قد غادرت تونس عقب المباراه مباشره على متن طائره خاصه، وصدع الجهاز الفني خلال الساعات المقبله خطه مباراه العوده. يمكن كابتن خالد بيبو امبارح للتصريح قال ان هو يعني نوصل بس القاهره ونبدا نحط جدول الاسبوع وشغل الاسبوع هيكون في ايه. كلام على الماتش وشغل حلو، تاكتكس حلوه، ولكن حاجه واحده حزينه زعلت كل الجماهير. ليه بقول كل الجماهير؟ ان في لعيبه ما حدش يختلف عليها، في لعيبه دايما اللعيب المميز الخلوق اللي بيمتعك ايا إن كان انت بتشجع ايه هتستمتع بيه. امبارح علي معلول للاسف بيصاب اصابه قويه في بدايه لقاء النادي الاهلي، وبيستبدل وبينزل من مكانه كريم فؤاد المتالق اللي عمل لقاء كبير وهنجيله، ولكن للاسف اصابه قد تبدو قويه، نتمناها تكون اصابه بسيطه. هو مصاب في منطقه وتر اكيليس، ولسه هيكون في اشاعات في الوقوف على الاصابه ايه، تفاصيل الاصابه ايه، اللاعب هيرجع امتى، الوقت هيكون موجود قد ايه. هو اتصاب تقريبا في الدقيقه العاشره في اول 10 دقائق وخرج وما كانش فيه التحام. يعني للاسف الاصابات اللي من غير التحام دي بتكون مخوف، تخوف اكتر. زي ما احنا شايفين صوره معلول ووصوله مع البعثه، زي ما قلت لكم اصابه حول وتر اكيليس، في محيط وتر اكيليس، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه. ونشرت صفحه النادي الاهلي رسميه على الفيسبوك صوره للرحله زي ما احنا شايفين من تونس بعد التعادل، ومعلول ظهر وماشي بعكازين. كانش نفسنا يكون في اصابات، ولكن ان شاء الله تكون حاجه بسيطه. ده اللي احنا بنامل بيه دلوقتي، ان تكون اصابه بسيطه. على ذكر كريم فؤاد، عمل ماتش 10 على 10 صراحه، راجل نزل كانه موجود هنا بقاله سنتين ثلاثه بيلعب في المكان ده. هو ده الذكاء اللي عمله كولر، وقدر يستغل كل المفاتيح اللي موجوده معاه في اللقاء. كمان امبارح عقب انتهاء المباراه، مش هقول اترسمت حاله من الرضا على وجه مارسيل كولر، ولكن هنقول اخذ نفسه، خد نفسه. فكره ان انا خلاص بعد ما تعادلت خارج ارضي امام الترجي في تونس، ياخد نفسه بقى ان لسه العوده هتكون في القاهره. وهو اتكلم وقال ان هو راضي على اداء فريقه، قال الفريق عمل شغل حلو جدا وراضي على النتيجه، النتيجه انتهت بالتعادل. وقال كلام ذكي جدا زي ما قال قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي، كلام ذكي وكلام واقعي. قال كلام ايضا ذكي بعد اللقاء، تعالوا نشوف تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه المباراه. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي أنا كنت عايزها، أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط، والشوط الثاني هيبقى في القاهرة، هيحتاج مننا إن احنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت ان احنا ناخد ريسك او مخاطره قدام واحنا على ارضنا عشان نفوز بالمباراه ان شاء الله. بالنسبه لعلي معلول، لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في اصابه او مدى قوه الاصابه،
لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة إن شاء الله بإذن الله، هنقوم بأشعات وتحاليل ونقدر نحن نشوف هل في إصابة قوية أم لا. دلوقتي بدري جدا أن نعرف، ما فيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن إصابة كابتن علي معلول. الكرة اللي أنا انفعلت فيها كانت بسبب أن الكرة كانت أوفسايد، وأن إحنا قطعنا الكرة كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة. هو ما اداناش الأدفانتج، ما اداناش الفرصة، وأنا كنت شايف من وجهة نظري أن هو المفروض يسمح بالفرصة، لأن هي كانت فرصة خطيرة جدا وهو بصفارته منعها، فعشان كده انفعلت مش أكتر من كده. أنا في كل مباراة بلعبها مع النادي الأهلي، أي مباراة أيا كانت، هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل، ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل، فدي نتيجة لازم نقبلها ونتقبلها كما هي. لا هي نتيجة كويسة ولا هي مش كويسة. بالنسبة لماتش العودة، طبعا احنا شفنا الترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصة او اثنين في الشوط الاولاني، ده بيبين قوة الفريق. وبالتالي الماتش في القاهرة لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، ان احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحرز اهداف عشان خاطر في النهاية ان احنا نحصل على اللقب باذن الله. تصريحات قوية جدا بتقول قد ايه كولر عارف يقول كويس، وعارف ان الكلام ده كل الناس هتشوفه وهيوصل للعيبة. فكلمة ان انا ما بلعبش ماتش على تعادل، انا جاي كنت عايز اكسب، ولكن عملنا شوط تاني جيد وقال نتيجة مرضية، تعادل خارج الديار. والنتيجة دي على فكرة خلت النادي الاهلي يواصل تحطيم الارقام القياسية على مستوى مشاركته في دوري ابطال افريقيا. اصبح الاهلي بعد التعادل امام الترجي هو صاحب سلسلة اللاهزيمة في تاريخ دوري ابطال افريقيا برصيد 21 مباراة دون هزيمة، مقتنصا الرقم السابق من نادي الترجي والذي كان صاحب اطول سلسلة برصيد 20 مباراة. بدا الاهلي سلسلة اللاهزيمة عقب خسارته امام سان داونز بخمسة اهداف لهدفين في لقاء الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات. ومن ساعتها البطولة كلها النادي الأهلي بقت بتاعته. النادي الأهلي من ساعة الماتش ده ومركز في كل تفاصيل، لم يتلقى الأهلي الخسارة في تمام مباريات في النسخة الماضية من البطولة، ليكمل السلسلة في 13 مباراة هذا الموسم، ليسجل 21 مباراة و34 هدف، يستقبل 3 أهداف فقط. وحطه تحت 3 أهداف دي حاجة مهمة جدا، ورقم يدل على قد إيه قوة دفاعة وصلابة النادي الأهلي في 14 مباراة، ويتعادل وفاز في 14 وتعادل في 7 لقاءات. خلينا نروح من الماتشات الأفريقية، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يكون فرحة النهاردة زمالك والأهلي فرحة في دوري أبطال أفريقيا، ونروح كده سريعا لدوري